إن شاء الله في هذا الفيديو هنستكمل سلسلة السيريال كوميونيكيشن باستخدام بروتوكول UART، ودي الحلقة السادسة من السلسلة دي. وفي حلقة النهاردة هتعلم إزاي أبعت داتا أو تكست من السيريال وأعرضه على LCD المتوصلة بالمايكرو كنترولر عن طريق بروتوكول UART، وده يعتبر تطبيق للدمج بين UART والLCD. حلقة النهاردة مهمة في حلقات قادمة إن شاء الله في حالات ربط المتحكمات مع بعض وإرسال واستقبال الداتا من وإلى كل واحد منهم، فخليكم معنا. خدنا في الحلقات اللي قبل كده ان انا عشان اربط بين المايكرو كنترولر والكمبيوتر لازم استخدم RS-232 واستخدم MAX-232، وشرحنا التوصيل ده، وكمان شرحنا الاوامر الخاصة بالموضوع ده في المايكرو سي. الامر ده خاص بالانشاليزيشن وده البود ريت، وعشان اعمل رايت او سند للبي سي من المايكرو كنترولر عندي بستخدم امر ده عشان ابعت كاركتر واحد، والامر ده عشان ابعت اكتر من كاركتر، والامر ده هقرا بيه كاركتر واحد، والامر ده هقرا بيه اكتر من كاركتر. في حاله استخدام اي من الامرين دول لازم اعمل تشيك هل في داتا في البص ولا لا، والامرين دول خاصين بالنيو لاين، ودي دايره النهارده اللي هنشتغلها. تعال نشوفها مع بعض على البروتوس. دي الدايره اللي هنشتغلها، معانا هنا دي التوصيلات الاساسيه، ده المايكرو كنترولر ال سي دي متوصله على بورت بي، شرحنا الكلام ده بالتفصيل في حلقات ال سي دي. معانا هنا كمان فيرتشوال تيرمينال، بوصل التي اكس بالار اكس وبوصل الار اكس بالتي اكس. هنعمل ران، هيظهر لي هنا الفيرتشوال تيرمينال، هيظهر كلمه ويلكم على ال سي دي في الاول وبعد كده اختفت، بعد كده تظهر ويلكم هنا. الفيرتشوال تيرمينال لو ظهرتش عندك بتروح لديباج وتختار هنا، تلقى فيه تشيك كده علامه صح، يبقى كده خلاص هتظهر. طبعا الخط ممكن يبقى صغير عندك، عشان تكبره كليك يمين هنا تقول له سيت فونت، وتجي من هنا تختار نوع الفونت والستايل بتاعه والسايز، تشوف انت عايز ايه وتضغط اوكي في الاخر. انا هبتدي اكتب من الكيبورد عندي. المفروض عندي ال سي دي هنا عباره عن 2 صفين في 16 عمود، يعني المفروض اكتب 32 حرف، فانا هكتب 32 حرف. ركز معايا كده، كيرولس دفعت امبيدد سيستمز، وبعد كده انا كتبت 32 حرف دلوقتي، هكتب او سمول وكي سمول. هنلاقي الكلام اللي انت كتبته من الكيبورد ظهر مره واحده اهو، وفي الاخر بيرد هنا كلمه ضم، وفي نفس التوقيت تلقى الكلام ظهر على ال سي دي. يعني اي كلام بكتبه هنا بيظهر على ال سي دي، بس في الحقيقه مش بيظهر حرف حرف، بيظهر ايه بعد ما تخلص التكست كله بيظهر على ال سي دي عندك، بعد ما يعرضه على ال سي دي يرد على السيريال بكلمه ضم. ده فكره البرنامج، مش هنشرح الكود مره واحده، هيبقى في تدرج في شرح الكود، عشان يهمني ان انت تعرف الفكره وازاي تتعلم البرمجه والتفكير وازاي تكتسب المهارات دي، مش مجرد ان انا اشرح كود جاهز وخلاص. هنبتدي مع بعض خطوه خطوه في الكود. اول حاجه دي البنات الخاصه بالال سي دي متعرفه اهي. انا عندي متغيرات هنا، متغير الريسيف ده هستقبل الداتا اللي جايه من السيريال عشان اعرضها على ال سي دي، لازم يبقى من نوع كار ويبقى اري عندي. اتفقنا ال سي دي كام حرف؟ هتبقى عندي صفين في 16 هيطلع 32 حرف. وقلت لو لاحظت خلال كلامي ان انا بعد ما كتبت الكلام ده قلت ايه، انا ضغطت على اوكي او سمول كي سمول، يعني انا زودت حرفين بس ما ظهروش هنا. هقول لك ليه ما ظهروش. فبالتالي عندي 32 وحرفين هنا يبقوا كام؟ يبقى عندي 34 حرف او 34 بايت. لاحظ طريقه عرض السيريال على الفيرتشوال تيرمينال عندك نفس طريقه العرض على ال سي دي، يعني هنا سطرين هتلاقي هنا سطرين. فانا عندي 32 زائد حرفين اللي هم الاول كي اللي انا كتبته، وهستخدم متغيرات تاني اسمهم اكس واي، والاثنين اديتهم انيشال بزيرو ونوعهم انسايند شورت لان هو اخره 255، انا مش محتاج قيمه اكبر منه. طبعا انا هعمل نيو لاين كتير في البرنامج، فانا الامرين الخاصين بالنيو لاين عملتهم في فانكشن اسمها نيو لاين، طبعا انا سميتها فويد عشان هي مش هترجع حاجه، والقوسين هنا فاضيين عشان هي مش هتستقبل حاجه، والكلام ده اتشرح في الدوال وازاي نعمل الدوال. طبعا هنا القوسين الخاصين بمين؟ بالداله، وكتبت الاوامر الخاصه بالداله اللي هي بتعمل نيو لاين بدل ما انا اقعد اكررها في البرنامج. هروح للفويد مين. اول حاجه انا هستخدم ال سي دي، يبقى عملت لها انيشاليزيشن في البدايه، عملت كلير ليها، عملت الكورسر اوف عشان ما يظهرش على الشاشه، وكمان في الصف الاول العمود الاول ظهرت كلمه ويلكم عندي بامر ال سي دي اوت، عملت ديلي 1 ثانيه عشان الكلمه دي تستنى على الشاشه 1 ثانيه، رحت بعد كده ماسح الشاشه. طبعا هستخدم اليو ارت، يبقى لازم اعمله انيشاليزيشن بالبودري بتاعي، كمان هعرض كلمه ويلكم عليه بامر يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست، وبعد ما انا هكتب كلمه ويلكم هعمل ايه؟ هستدعي الداله اللي اسمها نيو لاين عشان اعمل نيو لاين. ممكن ما تكتبش الداله دي خالص هنا، ممكن مباشره هنا عشان اعمل نيو لاين اكتب كده باك سلاش ان باك سلاش ار، ده يعمل نيو لاين وكارج ريتير، يبقى الامرين دول
داخل التكست هما نفس الداله اللي هنا دي، ممكن تستغنى عن الداله دي وما تكتبهاش. بس الكلام ده لما انا بعرض تكست هروح لفور اند ليس لوب، انت هتعمل ايه؟ انا هاخد الداتا من السيريال اقراها وبعد كده اعرضها على ال سي دي. يبقى عشان اقرا الداتا من السيريال اول حاجه اعمل تشيك هل في داتا على السيريال ولا لا، تمام؟ باجي هنا كده جوه فور عملت اف وعملت تشيك هل في داتا على السيريال ولا لا. فكره فيديو النهارده ان انا استقبل اكتر من كاركتر في نفس التوقيت واعرضهم مره واحده. هيبقى في افكار تانية خلال الفيديوهات القادمه على ال سي دي برده مع اليو ار، لكن النهارده هنستخدم فكره واحده عشان نفهم بالموضوع ده. عندنا الامر ده شرحناه قبل كده UART1 underscore read underscore text، ده بيستقبل اكتر من كاركتر في المرة. انا هحط كل الداتا اللي جاية في المتغير اسمه receive. لو لاحظت هنا لما قعدت اكتب قلت انا في الاخر هكتب ايه؟ اوكي والاتنين small. هو هيبتدي يستقبل الداتا، ايه اللي هيعرفه ان الداتا خلاص تم ارسالها او خلاص ان انا انهيت الكتابة؟ في نهاية كتابتي بكتب الاو small والكي small، فهو هيبتدي يقرا ويحط في المتغير ريسيف لغايه ما يجي له حرفين الاو والكي. فاول ما يجي له الحرفين دول يبقى هو يفهم كده خلاص ان الداتا كلها تم ارسالها واتخزنت في المتغير اللي اسمه ريسيف. ريسيف ده 34 هتستقبل منه 32 خاصين بالال سي دي عشان اعرضهم على ال سي دي 32 حرف، ومعايا كمان الاو والكي ادي حرفين، يبقى انا قلت 34 بايت او 34 حرف. في البدايه قبل ما اعرض الكلام على ال سي دي المفروض ارجعه تاني على السريال، فانا عايز ارجع الداتا دي على السريال. ارجعها ازاي؟ خلي بالك ريسيف ده عبارة عن array او مجموعة من الكاركترز، فما ينفعش استخدم الامر اسمه uart1 underscore write بس، لا لازم اقول underscore text معه واقول receive. هيرجع الكلام ده كله على مين؟ على السري. بعد ما يرجع يعمل new line على طول، ما ينفعش اجي هنا اقول backslash n backslash r، الكلام ده غلط هنا ما ينفعش. الكلام ده بيتم لما يكون في حالة التكست جوه تكست كده. عملنا new line، طبعا انا ما لسه ما مش اتكلمتش على الكود الخاص بالLCD. نعمل بلت كده بالوضع ده مفيش اخطاء عندي، نعمل ستوب رن تاني. ركزوا كده ادي ويلكم. هبتدي عشان تعرف تكتب على الشاشه لازم اضغط بالكرسر هنا. في البدايه انا هكتب نفس الكلام كيرولس رفعت امبيدد سيستمز، وهعمل ايه؟ او سمول وكي سمول. لاحظ ايه اللي حصل؟ طبعا الجمله كلها مره واحده هنا. خلي بالك هو ما عرضش حاجه على ال سي دي لان لسه ما كتبتش الاكواد الخاصه بيه، عرض الجمله مره واحده. لا انا عايزه يعرض 16 كاركتر هنا في الاول وينزل سطر جديد ويعرض باقي ال 16 كاركتر في السطر اللي بعده بما يشابه ال سي دي. فاهمين الفكره؟ يبقى بالتالي ان انا استخدم الامر ده مباشره مش نافع. يبقى انا اعمل كومنت للامرين دول والنيو لاين هنا. فبدل ما استخدم الامر ده عشان يعرض كل التكست اللي جاي مره واحده في سطر واحد اللي انا عايزه يبقى شبيه بالال سي دي، يبقى هستخدم داله فور. هقول اي بتساوي 0، اي اقل او تساوي 31، يبقى انا الاي هتبدا من 0 تنتهي ب 31 لان اللي يساوي معايا، خلي بالك اللي يساوي هنا معايا، يبقى من 0 ل 31 يبقى عندي 32 كاركتر. اي بلس بلس في كل مره، اروح اقول له ايه؟ يوارت 1 اندرسكور راي ريسيف اوف اي. خلي بالك دي اري، هو بيستقبل كاركتر حروف وبيحطها في اري. دايما الاري اللي اسمها ريسيف دي لازم الاي تبدا من زيرو لان اول عنصر في الاري بيبقى ترتيبه زيرو، عشان كده قلت مين اوف زيرو. قلنا لغايه 31 لان هو عددهم 32 بس، والاو والكي هيبقوا دول الاثنين عشان يبقوا 34. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح اعرض الكلام ده. خلي بالك انا قلت رايت بس مش اندرسكور تكست لان كل عنصر في المصفوفه يعتبر كاركتر واحد. هبتدي اعرض لغايه ما الاي توصل لكام؟ 15. يبقى من 0 ل 15 يبقى هو عرض كده 16 حرف، تمام. اول ما يوصل ل 15 هروح اقول له اف الاي تساوي 15، لو الاي بقت ب 15 هيعمل ايه؟ نيو لاين، وهيبتدي يكمل لغايه ما يوصل 31. 31 دي خلي بالك ان انت بتعد من 0، 31 معناها ان هي العنصر 32. 32 يعني هو عرض الصف الاول عرض الصف الثاني بما يكافئ ال سي دي، هيبقى 31 ده اخر كاركتر عندك في العرض. فراح اقول له ايه؟ او لو الاي بقت ب 31 اعمل نيو لاين. يبقى اول حاجه هيعرض من 0 ل 15 يشتغل عادي مفيش مشكله. بعد ما يعرض الكاركتر رقم 15 في الحقيقه اللي ترتيبه 16 لان الاي من 0، وقتها على طول يعمل النيو لاين، هينزل السطر اللي بعد وبعد كده يكمل من 16 لان الاي هتزيد بعد كده تبقى ب 16، من 16 لغايه 31. اول ما يوصل 31 معناها ان هو في اخر كاركتر عنده في الصف الثاني. طبعا ايه هيكون كتبه قبل كده، اول ما يكتبه يروح عامل ايه؟ يعمل تشيك بقت الاي 31 يعمل النيو لاين. خلي بالك ان هو ريسيف ده بيستقبل كل التكست مره واحده، بعد كده يعرض كل التكست مره واحده، وده طبعا احد المشاكل في البرنامج ده او في الداله دي، والكلام ده هنعدله في الفيديو القادم ان شاء الله. نعمل بلت كده، نعمل رن من جديد تاني
ركز كلمة ويلكم هنا ظهرت ودي ويلكم. اضغط هنا كده واسمعي كده كيرولس امبيدد سيستمز. هضغط الاو والكي، خلي بالك رفعت كتبتها غلط سوري. لو لاحظت هتلاقي هنا عرض الكاركتر بتاعتك وبعد كده عرض الكلمة التانية او الجملة التانية، وبعد ما عرض الجملة التانية عمل ايه؟ نيو لاين. يعني الحرف اللي هنا ده 15، اول ما وصل 15 عرضه ان العد هيبدا من زيرو 15، نزل نيو لاين، كتب الجملة التانية، وصل للحرف الأخير اللي هو ده 31، عمل نيو لاين، الكورسر هتلاقاه هنا، بعد كلمة ويلكم هتلاقاه عامل نيو لاين، بعد كده نيو لاين تاني، ليه؟ لأن هتلقاني أنا ضايف النيو لاين هنا وضايف النيو لاين هنا، فإحنا هنشيلها من فوق، يبقى دي أول جزئية كده أنا قريت من السيريال، في نفس الوقت رجعت الكلام تاني على السيريال. نروح لجزء الـ LCD، أنا محتاج أعرض الكلام على الـ LCD، أعرضه إزاي؟ الـ LCD هنا عبارة عن إيه؟ صفين في 16 عمود، تمام؟ ممكن اعمل الموضوع ده بفور زي ما انا عملت هنا، تعال نشوف هنعمله فور ازاي؟ هتعامل مع الـ LCD ازاي؟ رحت انا عامل فور، الـ I بتساوي 0، I L او تساوي 31، I بلس بلس في كل مرة. هبتدي، مش قلنا ريسيف ده عبارة عن أري أو كاركترز أو حروف، فبالتالي عندي كام حرف؟ عندي 32 حرف، يبقى ريسيف اللي هنا دي فيها 32 حرف، فلما أجي أعرض الـ 32 حرف على الـ LCD هعرض 16 في الصف الأول و16 في الصف الثاني. هبتدي أقول كده LCD أندرسكور كاركتر أندرسكور current position، خد الكاركتر مباشرة اعرضه، يعني الاي هتبدأ من 0 لغاية 31، يبقى receive of 0 يعني خد الكاركتر الاول اعرضه في current position، بعد كده الاي هتبقى بواحد، يبقى receive of 1 يعني الكاركتر التاني اللي في المصفوف اعرضه في current position، وهكذا. هيبتدي يعرض في الصف الاول لغاية امتى؟ لغاية اخر كاركتر. خلي بالك ال LCD عندك هتبدأ من 1 وتنتهي ب 16، يعني الكاركتر الاول ده اسمه كاركتر 1 والاخير ده اسمه كاركتر 16، وانا عندي هنا الاي بتبدأ من 0، يبقى انا هوصل لفين؟ لغاية 15. عشان كده تحت هنا اقول له اف اي بتساوي 15، اول ما توصل ل 15 انزل للسطر الثاني فاقول له LCD underscore command، افتح قوس كده underscore LCD underscore second underscore row، يعني نزل الكورسر في الصف الثاني، وبالتالي هتبقى اي بتساوي 0، اول ما توصل ل 15 هيروح يعرض receive of 15، receive of 15 يعني ده ترتيبه الفعلي رقم 16 في المصفوفه، هيعرضه على LCD، يبقى ده نهايه الصف الاول في LCD. هروح اقول له اف اي بتساوي 15 وهو معناه ترتيبه 16، ينزل للصف الثاني، اول ما ينزل للصف الثاني هيرجع ثاني هيعمل اي بلس بلس، هتبقى الاي ب 16، 16 يعني دي بدايه الصف الثاني عندي في ال LCD، لان الاي بتبدا من 0، خلي بالك من النقطه دي، وهيبتدي يعرض في الكرنت بوزيشن لغايه ما يوصل للاخر. نعمل بلت بالوضع ده، رن ثاني كلمة ويلكم، بص كده الكورسر ظهر على طول مباشرة تحت ويلكم، هنكتب كيرولس رفعت امبيدد سيستمز، هضغط او سمول كي سمول، ايه رأيك هنا؟ اهو 16 حرف وادي 16 اتعرضوا على ال LCD مباشرة عندنا هنا، تمام؟ ركز كده، هكتب جملة مختلفة، ابتدي اكتب ارقام دلوقتي، انا بضغط اهو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6، ده كده 16 كاركتر، هكمل 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 وهضغط اوكي. ملاحظين ايه اللي حصل؟ ان هو عرض عندي الارقام اللي انا كتبتها اهو في الصفين زي ما احنا قلنا 16 كاركتر 16 كاركتر، اللي هم دول اللي هي الجزئيه دي اللي هي الفور الاولى الخاصه بالسيريال. اما ال LCD هتلاقي اول صف سابه زي ما هو، هو راح عرض الصف الثاني بس، وللاسف هو عرض كامل الداتا على ال LCD بس طلعها في مكان مش موجود على ال LCD، فعشان كده قبل ما انا انفذ فور اللي هنا دي لازم اعمل كلير لل LCD هنا، يبقى قبل ما اروح اكتب الكلام على ال LCD اعمل ايه؟ اعمل لها كلير الاول بحيث امسحها واخلي كورسر عندي يرجع للهوم بوزيشن اللي هو اول كاركتر. نعمل بلت كده ويلكم، هنكتب تاني ركز معايا كيرولس رفعت امبيدد سيستمز الاو والكي سمول، عامل ايه؟ كلام ظهر على ال LCD. هكتب الارقام برضو تاني عشان تتاكد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 كده 16 ده اول صف، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 ده الصف الثاني، كده خلصت انا 16 و16، هضغط اوكي، عمل ايه؟ ظهر 16 اهو، 16 ده الخاص بالسيريال والارقام ظهرت هنا على ال LCD، وضغطينا على المشكله او الخطا اللي حصل اللي فات، تمام؟ تعالوا نبص على الكود تاني، ركز هنا، انا معايا هنا ايه؟
4 والاي هتبدا من 0 ل 31 ومعايا هنا 4 اي بتساوي 0 ل 31 يعني اكن 4 متكرره مرتين بس هنا يعرض الكلام على السيريال وهنا هيعرض الكلام على ال سي دي طب ما استخدم 4 واحده بمعنى انت اي بتساوي 0 واي اقل او تساوي 31 هتعرض على ال سي دي وفي نفس التوقيت 4 اللي فوق انت كنت عايز تعرض على السيريال طب ما انا هاخد السطر ده هنا كوبي واحطه هنا في التوقيت اللي هتعرض فيه على ال سي دي اعرض على السيريال يبقى كده انا عرضت ايه الصف الاول هنا وعرضت الصف الاول هنا في ال سي دي الاي اول ما تساوي 15 يعمل ايه ينزل في الصف الثاني الخاص بال سي دي طب لما الاي تبقى ب 15 او 31 في السيريال يعمل ايه يعمل النيو لاين وهاجي كده هنا واحطه واقول له تعمل النيو لاين في حاله ان الاي بتساوي 15 او 31 وبالتالي فور اللي هنا دي ملهاش لازمه انا ممكن اسيبها كده واعمل كومنت نعمل بيلت على الوضع الجديد ده نعمل ران نبتدي نكتب كيرولس امبيدد سيستمز اوكي كده هو عرض الجملتين هنا وهنا هنبتدي اعرض ارقام عشان تتاكدوا ان الكود ما فيهوش اختلاف هو اهو هكتب 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 كده 16 كاركتر اول صف 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هكتب 4 5 6 7 8 9 اوكي صفين اهو ادي الصفين يبقى كده بدل ما اكرر فور خاص بالسيريال وفور خاص بالال سي دي لا ده انا وفرت في الكود كده كده بالكود او اللي يقرا الكود يحس ان انا فاهم بدل ما اقعد اكرر في الدوال والبرنامج يبقى طويل هو كده عرض الكلام على السيريال وعلى ال سي دي بعد ما يخلص خالص انا عايز يرد على السيريال بكلمه ضم يعني بعد ما يكتب الكلام هنا على السيريال ويكتبه على ال سي دي يرجع كلمه على السيريال يبين ان العمليه تمت بنجاح ضم مثلا يبقى خلاص كده بعد ما يعرض على ال سي دي والسيريال اروح اقول له يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست دان مباشره خلي بالك هو بعد ال 31 كاركتر فوق هو عمل النيو لاين واروح انا كاتب مباشره تحتها ايه دان بعد ما يكتب دان اعمل ايه اعمل نيو لاين تاني عشان يبتدي يبقى جاهز ان هو يعرض ال 16 كاركتر اللي بعد كده نعمل بلت كده ادي ران ابتدي اكتب اي كلام خدتوا بالكم انا كتبت اي كلام على فكره على السيريال مباشره بعد ما خلص الكلام اللي هنا عرضه هنا عمل ايه كتب كلمه ضن في الاخر بعد ضن عمل النيو لاين استعدادا للكلام اللي انت هتكتبه تاني هكتب الارقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 ده الصف الاول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 7 8 9 الاول كي على الارقام عن بعد كده اي 32 حرف هتكتبهم يرد بكلمه ضن بعد ما يعرض الكلام على السيريال والال سي دي ويستعد وينزل كورس جديد عشان المره القادمه في الكتاب في نقطه مهمه هنا قلنا ان هو بيستقبل الداتا في المتغير ريسيف وقلنا بيستقبل كم حرف بيستقبل 34 تمام 34 32 خاصين بالحروف الاصليه وحرفين خاصين بالكلمه اللي بتكتبها في نهايه كتابتك من الكيبورد يعني بعد ما تخلص بتكتب الاو والكي نفترض ان انا عايز اكتب جمله صغيره او ثلاث اربع حروف ويعرضها مباشره فريسيف في الحقيقه ده بيبتدي المايكرو كنترولر عندي يستقبل في المتغير اسمه ريسيف لحد ما يتحقق احدى الشرطين ان هو اول ما يقرا كلمه اوكي في التكست بيوقف استقبال او يلقى عدد البايتس اللي جايه بقى 34 نفترض انت كتبت عدد البايتس اكتر من 34 وما كتبتش اوكي خالص فهياخد اول 34 بايت بس يلغي اخر 2 بايت ويعرض 32 بس على ال سي دي او حتى لو التكست كان قصير اول ما يلقى كلمه اوكي في التكست في النهايه بيعرض التكست ده مباشره عشان نفهم الفكره تعال كده هكتب كيرولس رفعت سافة امبيدد سيستمز ادي الاول كي كده الجمل كامله زي ما احنا قلنا هنفترض ان انا عايز اكتب جمله واحده بدل كيرولس رفعت مثلا عايز اكتب ايه احمد السيد خلاص انا كتبت الجمله اهي اقول اوكي خدت بالك تاني يبقى انا عملت ايه كتبت احمد السيد اوكي المفروض يعرض احمد سيد بس ويمسح الباقي ده امبيدد سيستم خدها من الصف اللي فوق لان ريسيف عباره عن ايه اري فانت لما جيت استقبلت عدد معين من الحروف يتم تخزينه في اول جزء من مين من ريسيف طب الباقي الباقي ده متخزن من قبل كده في المتغير ما اتغيرش يعني الجزئيه دي من قبل كده ما اتغيرتش فهو بيكمل من عنده لا مباشره حتى العدد الحروف اللي جايه اقل من 34 المفروض يمسح اللي قبل كده وبعد ما انا اتميت المهمه باستخدام المتغير اللي اسمه ريسيف اللي هو من نوع اري طبعا هبتدي امسحه استعدادا ان هو يستقبل داتا تانية فاجي كده اقول 4 اي بتساوي 1
اقل هتساوي 31، ريسيف اوف اي بيساوي 0. يعني كل عنصر من المصفوفه اللي اسمها ريسيف هيبتدي يصفرها يخليها 0. 0 دي معناها نال، تبقى فاضيه. يبقى بعد ما انا تميت المهمه بتاعتي اعمل ايه؟ امسح او اصفره عشان لما يستقبل داتا ثانيه حتى لو كان عدد البايتس بتاعتها اقل من حجم المتغير ما يبقاش عامل احتفاظ بداتا او كاركترز من قبل كده. نعمل بيلت بالوضع ده، نعمل ران كلمه ويلكم اهي، نكتب الجمله بتاعتنا في رولز رفعت امبيدد سيستمز الاسمول والكي سمول، عرض الجمله اهي تمام. انا هبتدي اعمل صف واحد، صف واحد وليكن 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كام كاركتر دول؟ 10 بس. اول ما انا انهيت ال 10 هروح اعمل ايه؟ اوكي، خدت بالك؟ يبقى ادي عمل ايه هو؟ 0 لغايه 9، الكي هنا ظهرت طبعا. خلي بالك هنا ال LCD حتى هنا الجزء الاخير مسحه، مسح وهنا ما كملش الحروف اللي من قبل كده. نضغط تاني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الاو سمول والكي سمول. عملنا رن من جديد، هنكتب كده الجمله بتاعتنا، هضغط الاو سمول كي سمول، عرض كده الجمله بتاعتنا. في مشكله هنا ان انا بكتب وانا مش شايف الحروف، وبعد ما اخلص كتابه بتبان الحروف عندي على الشاشه. ده احد مشاكل يو ارت واحد ريد تكست واحطه في المتغير سيف، ان انا استقبل كل التكست مره واحده، بالتالي ده مش بيسمح لي ان انا ارجعه تاني على السيريال الا بعد ما اخلص قراءه للحروف كلها. يعني ليه لما اخلص قراءه الحروف اللي بكتبها على الكيبورد كلها وانهي بكلمه اوكي زي ما انا كاتبها هنا في الامر، هيبتدي وقتها يعرض على ال سي دي والسيريال. فطبعا دي مشكله، انا عايز الكاركتر اللي اكتبه يظهر مباشره على الشاشه. المشكله الثانيه ان انا لو كتبت جمله غلط وحبيت اصلحها مش هعرف. وليكن كيرولس هكتبها غلط، كيرولس ورفعت كتبتها غلط. خلي بالكم ظهرت اهي، خلي بالك عدد الحروف هنا زي ما قلنا اقل من 34 حرف، بالتالي انا غلطت هنا، لان انا حبيت اصلح مش هعرف، لان هكتب التكست للاخر واستنى يتعرض وبعد كده اصلحه. دي كانت المشكله الثانيه. ان شاء الله كل المشاكل دي هتتحل في الفيديو القادم، ان انا هستبعد الداله اللي اسمها يو ارت 1 اندرسكور ريد اندرسكور تكست، هبتدي اقرا كاركتر كاركتر، واللي هكتبه على الكيبورد هظهره على الشاشه على ال سي دي في نفس التوقيت. بعد كده كمان هنقلب ان انا عندي لو جهاز الكتروني وعايز اعمل له اون واوف باستخدام باسورد، الكلام ده كله هتشرح في فيديوهات قادمه ان شاء الله. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب، وشكرا جزيلا.